هناك سماع شيطاني. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ألقته الشياطين في قلوب بعض العباد يجتمعون ويقصدون القصائد العظيمة الكبيرة الرائعة، ويقولون بأنها قربة إلى الله، ويحضرون الدفوف، وقد يكون هناك تصفيق ورقص ونحو ذلك، إلى مفاسد شنيعة في مثل هذه المجالس، مجالس السماع. هل هذه المجالس تقرب إلى الله؟ هل هذه المجالس مجالس السمع مما يستجلب المحبة فتقع في قلب العبد فيحب ربه جل وعلا؟ هل السماع يحرك محبة العبد لربه؟ نقول: هل ورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون ما لا نعرف؟ هل كانوا يذكرون الله بالتصفيق النبي وأصحابه؟ هل كانوا يجلسون بالدفوف في المسجد النبوي؟ لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله، لم يكن هذا من فعلهم. فعندما تأتي وتقول بأن السماع يحرك القلوب إلى محبة الله، نقول لك: من أين أتيت بهذا الكلام؟ وما دليلك على هذه الدعوة؟ كل دعوة بلا دليل فمردودة على صاحبها، وبالتالي ليس هذا من دين الإسلام في شيء، بل هو من الجهالات ومن البدع. وهذه الطريقة عبادة الله بمثل هذه الأعمال هي عبادة أهل الجاهلية قبل دين الإسلام. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيقا وتصفيرا. فعاب الله جل وعلا على المشركين أن تكون هذه هي عباداتهم، وبين أن من عبد الله بذلك فهو ضال بهذا. بل هذه المجالس التي تكون فيها المعازف التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحر والحرير والخمر والمعازف. هذه المجالس التي فيها آلات الطرب الذي هو مزمار الشيطان، هذه المجالس أنتجت خروجا من دين الإسلام بالكلية. فإنهم يأتون في هذه المجالس ويأتون بأبيات شعرية، بعض هذه الأبيات الشعرية فيه شرك بالله وصرف للعبادة إلى غير الله جل وعلا من أنبياء وصالحين ونحوهم. ومن هنا فينبغي بنا أن نحذر من هذه المجالس، مجالس السماع، وأن نحذر منها، لأنها ليست على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وننطلق من هذا إلى الكلام عن الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم إنما أتوا بهذه الطرق، السماع وهذه المجالس التي فيها معازف أو فيها أمور بدعية، انطلقوا من عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المؤمن في عبادته لربه أن يكون مقتصرا على ما ورد عن هذا النبي الكريم، ولا يجوز لك أن تحدث عبادة جديدة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرشد إليها أو يقر عليها. وقد جاءت النصوص بالترغيب في اتباع هذا النبي الكريم: من كان يرجو الله واليوم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يقول النبي، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله ما تكون إلا باتباع الرسول. هذه المجالس، مجالس السماع، ليس فيها اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالله لا يحبها ولا يحب أصحابها. فكل عبادة لم ترد عن هذا النبي الكريم فإنها مردودة، غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود، فهو رد. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا نظرنا في هذا السماع لا نجده على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه، وإنما هو أمر ناشئ أخذه بعض الناس من بعض الأمم الأخرى غير الإسلامية. وبالتالي فهذه المجالس التي يسمونها مجالس الذكر ليست مجالس الذكر الحقيقية. مجالس الذكر الحقيقية مجالس العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لأصحابها رضا بما يصنعون، التي يباهي رب العالمين بها الملائكة. قالوا: هذه المجالس نذكر الله بها، هذه المجالس ترقق القلوب، هذه المجالس نعظ الناس بها وتكون سبيلا من سبل الدعوة إلى الله. نقول: إن الله عز وجل يقول: قل إنما أنذركم بالوحي. فالنذارة تكون بالوحي لا بتلك المجالس ولا بتلك الطرائق. ولذلك تواردت أقوال أئمة الإسلام على إنكار هذا السماع. من أئمة الصوفية الجنيد رحمه الله يقول: من تكلف السماع فتن به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث، ولا يؤمر به، ولا يتخذ دينا وقربة، فإن القربات إنما تؤخذ عن الرسل. قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، يصدون به الناس عن القرآن. فمن تقرب إلى الله بهذا السماع وهذا النشيد والضرب على هذه الدفوف فهذا قد جاء بطريقة مخترعة، ومن هنا فهي طريقة مردودة على صاحبها، يأثم بها أصحابها ولا يؤجرون بها عند الله جل وعلا. ثم هذه المجالس أورد فيها أناس قصائد شعرية فيها شرك بالله عز وجل، فيها صرف شيء من خصائص الألوهية لغير الله عز وجل، من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، فكانت مجالس شركية وليست بمجالس سنية ولا مجالس إيمانية.